اليوم بسوي معاكم طريقة البروست. شوف شكلها، يا سلام. شوف الطريقة، انا عندي الدجاجة قطعتها لثمانية قطع وغسلتها مرة كويس بالملح والخل، بعدها ثقبتها بالسكين عشان التتبيلة، بعدها نزل البهارات، بكتب لكم هي، ملعقتين كبيرة زيت نباتي وحبة بيض، بتبل الدجاج كويس، بعدها باخذ على الثلاجة تقريبا ساعة. هنا عندي الدقيق، ضفت عليه ملح، شوية ملح، شوية بابريكا، بصل بودرة، ثوم بودرة، ونشا، اخلطهم كويس مع بعض. هنا عندي الدجاج، بنزلها على الدقيق واغطيها بهذه الطريقة بالدقيق. هنا البروستيت صار جاهز للقلي، بقلي على حرارة زيت تكون متوسطة بدون تحريك. بهذا الشكل البروست عندنا يصير جاهز. بخليه كمان شوية لين يتحمر، وبشيله أخذ على المصفى، وهذا البروست حقنا. شايفين شكله؟ يا سلام. بحطه في صحن التقديم، بنوريكم شكله من جوا. شوف كيف، يا سلام وبالعافية.